ومعنا مباشرة سيادة اللواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية سابقا. سيادة اللواء ناصر اهلا بك. وهنا يعني سيادة الرئيس افتتح مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الارهاب، كيف ترى اهمية ذلك وانه ياتي في اطار التطوير والتحديث الشامل لقدرات القوات المسلحة المصرية، في نفس الوقت ايضا كيف ترى ان ذلك يرفع الروح المعنوية للمقاتلين الذين يواجهون الإرهابيين في سيناء؟ يعني مركز القيادة اللي تم تجهيزه، عايز أقول إن ده عمل مطلوب وعمل جيد، بس هو اللي لازم نلتفت إليه أكثر من هذا الكلام اللي اتعرض في الخطة في هذا المركز مش المركز نفسه. ما هو طبيعي لازم يبقى فيه مركز وبهذه القدرات وهذه الإمكانيات، ده شيء طبيعي كمركز قيادة متقدم للقوات المسلحة. إنما الأهم نشوف إيه اللي بتعمل في سيناء دلوقتي. في 275 مليار جنيه بتصرف على سيناء، في خطة جاية لسيناء إنها خلال سنوات مع يعني حد 2050 يكون فيها 8 مليون نسمة. الكلام ده مش لمجرد الإرهاب، الإرهاب ممكن يبقى ظاهرة وقتية وهتنتهي. اللي بتخطط دلوقتي لسيناء ده تخطيط ما بعيد المدى، لكي لا تكون سيناء هي اسرائيل التاليه او فلسطين التانيه اللي عليها الدور، لان ما ننساش ان سيناء محطوطه على خريطه اسرائيل الكبرى بكل اسف. وزي ما سمعنا قبل كده سنه 1897 لما تودور هرتزل اللي اسس اسرائيل لما قال بعد 50 سنه تبقى اسرائيل حقيقه واقعه، ويا ريتنا كنا صحينا ايامها زي ما الرئيس السيسي صحي بينفذ النهارده، ما كانش بقت فيه اسرائيل. فاللي بنتعمل النهارده عشان ما تبقاش سيناء هي الحل البديل للاراضي الفلسطينيه اللي خدتها اسرائيل. بنعمل سيناء النهارده بنعمرها، بتتزرع، بتتبني، بتعمل فيها مشروعات، بتعمل فيها ثقل سكاني يفوق الثقل السكاني اللي حواليها من اي اتجاهات. اذا هذا تخطيط بعيد المدى هو ده اللي لازم يلفت نظرنا اكتر. صحيح. انما الحاجات التانية دي ده تحصيل حاصل. علشان كده يا سيادة اللواء ناصر يعني تم الحديث يعني امام السيد الرئيس على انه سوف يتم تحقيق التنمية في سيناء يعني الى مراحل متعددة. قيل ان المرحلة الاولى في 2027 وتستهدف 3.5 مليون نسمة وتوفر 1.2 فرصة عمل. هنا السيد الرئيس قال انه يجب ان تتم هذه المرحلة في 4 سنوات فقط، وايضا هناك مرحلة اخرى في 2052 وتستهدف 8 ملايين نسمة وتوفر فرص عمل لثلاثة مليون نسمة في سيناء. تمام. يعني بص حضرتك اللي احنا بنشوف، شوف الرئيس بيسابق الزمن، لان احنا في زمن اللي زي ما قال كده يا نهزم يا نتهزم، ما قدامناش حل. احنا في معركه، في حرب، في مصير، اما نكون او لا نكون، اما نبقي على سيناء لاجيالنا وتقول او تشهد وتعلم ان اباءهم واجدادهم لم يفرطوا في سيناء، واما ان تضيع سيناء منهم فيما بعد لاننا لم نستعد لهذا اليوم. ما يتم في سيناء النهارده كل الخطوات اللي بتتعمل، يعني من بدايه من الانفاق اللي بتتعمل دي لخطه التعمير لتنميه محور قناه السويس، للمدن المليونيه الثلاث مدن بورسعيد شرق، اسماعيليه شرق، السويس شرق، ثم تقدم بقى روح على الجفجافه، روح على رفح، روح على العريش، كل الكلام ده والطور وكل هذه المشروعات. لا احنا عايزين سيناء تبقى مصرية الى الابد، لا يطمع فيها طامع، مش بمجرد السلاح فقط ولكن بحكم الامر الواقع ان هناك ثقل سكاني لا يمكن لقوة على الارض ان تزحزح منها انسان واحد. هذا ما يتم الان في سيناء ويجب ان ننتبه ليه، لان زي ما نقول اللي قبلنا ما انتبهوش وضيعوا ارضهم، احنا النهاردة لا بنقول الحمد لله رب العالمين ان هناك من على هذه الدرجة من اليقظة ويخطط لعشرات السنين القادمة، لان ان لم نفعل هذا فسيناء على خريطة الجوار الاسرائيلي هي الحل لقضية فلسطين. هل يقبل مصري واحد هذا؟ هل يقبل عربي واحد هذا؟ ما يخطط الان هو لتحقيق هذا الهدف. ذرة رمل واحدة من سيناء اغلى عندنا من حياه ال100 مليون مصري.
هو فعلا يعني زي ما قلت لحضرتك، علشان كده السيد الرئيس قال انه يعني هناك تخطيط مستمر منذ اكثر من 15 عاما بخصوص هذا الموضوع، واردف انه لا نسمح لاحد بالطمع في سيناء. هنا السيد الرئيس يعني تحدث عن هذه النقطه بالتحديد، وهو اهميه تمييز سيناء سياده اللواء، وقال انه هذا يستلزم تكاتف من كل المصريين والمساهمه في توفير يعني حتى تمويل لازم من المواطنين البسطاء من رجال الأعمال، والتبرع أيضا لصندوق تحيا مصر باعتباره هو الوعاء القائم حاليا بالفعل الذي يمكن أن يساهم أيضا في تنمية سيناء، بمعنى أنه لا يمكن ترك الجهات التنفيذية وحدها لكي تساهم في التنمية. ده حقيقي، وعايزين نقول أن الخطط القومية اللي بالشكل ده التي تمس الأمن القومي بالدرجة الأولى، مش هي المستثمرين الاجانب مش هم اللي هيجوا يعملوها لنا، ولا الاموال الاجنبيه ولا القروض، دي محتاجه المال الوطني، الايادي الوطنيه، الدماء الوطنيه، كل هذا نحن نبني لمستقبل ابنائنا، لابد وان يكون هذا بايدينا وباموالنا وبدمائنا، الدماء التي تسيل في سيناء وترويها اليوم من اجل ابنائنا غدا ان شاء الله. فمش اقل من كمان اللي اذا كان في ناس بتضحي بدمائها بهذا الكرم وبهذه الفدائيه، يبقى التاني اللي مش ما عندوش الفرصه نقول انه يضحي بدمه فليجعل امواله، يقدم امواله، يقدم جهده، يقدم عرقه، هذا المطلوب لكي تكون سيناء هي الحصن، هي الدرع، يعني سيناء من ينظر إليها كما خلقها الله سبحانه وتعالى كشكل جغرافي وطبوغرافي، وكأني بالمولى عز وجل قال أنت الدرع الشرقي لمصر، هذه طبيعة جبال مصر سيناء، وهذه طبوغرافية سيناء، من يقرأها لابد أن يخرج لهذه النتيجة أنها ربنا رب العزة خلقها لتكون درعا شرقيا لمصر، فلنجعلها أيضا درعا شرقيا بالتنمية، بالسكان، بالتنمية الزراعية، بالتنمية الصناعية، بكل التنمية، يجب أن يكون هناك كتلة بشرية تؤمن هذا الوطن لكي لا يطمع فيه طامع، وإذا ما كانت هناك هذه الكتلة سوف يكون هناك الأمن، سوف يكون هناك التنمية، سوف تكون هناك الحياة، هذا هو الدرع الذي يمنع عن مصر، عن وادي النيل وكل الوطن العربي في قارة إفريقيا أي امتداد. دائما كان يأتي إلينا الشر، والغزوات كلها كانت تأتي من هذا الاتجاه، فنحن كما فعل أجدادنا لسنا أقل منهم، بل يجب أن نخطط وأن نبني هذه المنطقة بناء استراتيجي يسمح بالدفاع عنها، وأن تكون حجر عثرة في وجه كل من يفكر أن يصوب، مجرد يصوب نظره في اتجاهه. صحيح. يعني إذن سيادة اللواء لدينا هنا هدفان، حرب لمقاومة الإرهابيين والقضاء عليهم أيضا، وتتم بنجاح من خلال عوامل يعني عسكرية متكاملة، قوات جوية، قوات برية، قوات بحرية أيضا تتكامل للقضاء على هؤلاء الإرهابيين، في نفس الوقت أيضا حرب أخرى تسير في نفس الاتجاه للتنمية. يعني عندما تم العرض كما رأيت حضرتك للمشروعات التي تم الانتهاء منها، المشروعات الجاري تنفيذها، الخطط أيضا على الأرض اللوجستية لوجود مشروعات جاري تنفيذها في المستقبل، كيف ترى الدمج بين هاتين النقطتين، الحرب للقضاء على الإرهابيين وأيضا في نفس الوقت التنمية والمشروعات الجاري تنفيذها والانتهاء منها؟ شوف يعني أنا عايز أقول اللي أنا شايفه النهاردة قدامي بعد العرض اللي تم، أقول الإرهاب ده مرحلة وقشرة، مجرد قشرة، مرحلة مؤقتة وسوف تنتهي إن شاء الله، هذا الإرهاب إحنا بنتخلص منه بس بنؤمن أبنائنا في سيناء عشان ما يروحش ضحية زي ما راح بتوع مسجد الروضة، وزي ما طردوا إخواننا المسيحيين من العريش، يعني الكلام اللي بيتم ده إحنا رايحين دي عملية بقول مؤقتة، أما الجهاد الأكبر والأهم هو أن تكون سيناء بهذا الشكل الذي نراه في كل ما في كل نجع، في مدرسة، في تنمية كاملة، في زراعات بتتم، في صناعات بتتم، في تنقيب عن ثروة موجودة في سيناء كبيرة جدا، هناك زراعات سوف تزرع سيناء إن شاء الله، لا نعتمد فقط على مياه المطر أو مياه النيل التي سوف تروي حوالي نصف مليون فدان هناك،
ولكن أيضا هناك تحلية ماء البحر. كل هذه الخطط المستقبلية التي تجري على أرض سيناء هي لأمن ليس سيناء وحدها ولكن لأمن مصر بالكامل، كما قلت أنها هي حائط الصد الشرقي عن مصر، وأعداء مصر كثر، وإلا بما تفسر قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن مصر أبناء مصر أو جند مصر في 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 جهاد إلى يوم الدين، في رباط إلى يوم الدين. لماذا نكون في رباط إلى يوم الدين إن لم يكن هناك طامعون فينا، طامعون في أوطاننا؟ نحن لو تقاعسنا عن الدفاع عن وطننا لن نكون جديرين بما وصفنا به الرسول عليه الصلاة والسلام أننا خير أجناد الأرض. نحن خير أجناد الأرض لأننا في رباط، والرباط ليس تحت السلاح فقط، ولكن الرباط تحت المعول وتحت المنجل وتحت كل أداة تزرع وتبني وتشيد. كل هذا رباط، رباط لكي نحمي وطننا، لكي نحمي ديننا، لكي نحمي مقدراتنا كلها من الطامعين فيها. طب هنا سيادة اللواء ناصر، يعني كيف ترى أن يعني وصول التنمية إلى مراحلها المهمة الآن، في نفس الوقت أيضا استمرار القضاء على الإرهاب، يعني متزامنا مع طلب رئيس الأركان من الرئيس السيسي بتمديد التكليف الصادر للقوات المسلحة والشرطة بتطهير سيناء، يعني تمديدها لأكثر من 3 شهور حتى لا يبقى أحد من الإرهابيين، وبالتالي يسير الاستقرار الأمني مع التنمية والاقتصاد والاستثمارات؟ ده كلام صحيح 100%. يعني ما قاله السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة هو يعني نقول عين الحقيقة. لماذا؟ أي خطة من مبادئ التخطيط المرونة، بمعنى إن أنا حاطط خطة على أهداف موجودة محددة قدامي على الأرض، أما إذا كان هناك متغير إن لم تكن الخطة فيها من المرونة ما يسمح لها بمواجهة المتغير وتعديل الخطط نفسها يبقى مش تخطيط صحيح. فالتخطيط اللي موجود لن ينتهي ولن تتوقف العملية إلا بتحقيق الأهداف، لأن التخطيط من أجل تحقيق هدف، فما لم يتحقق الهدف لا تتوقف العملية وهي مستمرة. نحن على أرضنا، وهل نقبل أن يكون هناك إرهاب على أرضنا ونقول العملية انتهت مجالها الزمني؟ طبعا غير مقبول بالمرة. لابد وأن نيسر لأبناء سيناء حياة آمنة كاملة، وأنا كما قدمت نحن نزيح كل الألغام والمفرقعات من طريقهم لكي يحيوا حياتهم الطبيعية فيما بعد. ما نجيش واحد يزرع أو بيرعى يجد متفجرات أو ألغام، لا، ده احنا بنطهر الأرض تحت منهم. بنزيح الإرهابيين كل احنا قلت ده سيناء كان فيها متفجرات تعادل على الأقل 2 قنبلة نووية أو ذرية من اللي اتضربوا في هيروشيما وناجازاكي. كل ده تخيل لو المتفجرات دي تفجرت في أبناء سيناء، من كان سيبقى منهم؟ كان المطلوب في الإرهاب مش بيحارب جيش والشرطة، بالظبط زي ما بنقول ايه الحرام اللي رايح يسرق بنك لما بيقتل أو بيضرب الحارس اللي على البنك، هل هو رايح عشان يضرب الحارس ولا عشان يوصل للبنك؟ اللي عايز أبناء سيناء هو يوجه سلاحه أولا ناحية الشرطة والجيش، لأن هم الذين يحمون سيناء. صحيح. هم الذين يحمون أهل سيناء. إذن ليس الهدف هم الجيش أو الشرطة، الهدف هم أبناء سيناء، هي أرض سيناء. فمن يقاتل على أرض سيناء إنما لحماية أبنائها وحماية أرضها وترابها. وطالما هناك أي تهديد إن شاء الله 1 في المليون، العملية مستمرة حتى يتحقق الأمن والسلم كاملين على أرض سيناء. وده طبعا يعني تهيئة المناخ الملائم يعني للأمن والاستقرار هو الذي يؤدي لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لأبناء سيناء. أشكرك، إذن كنت معي مباشرة سيادة اللواء ناصر السالم رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية سابقا، كنت معي مباشرة.